معانا مين يا استاذ محمود؟ مين؟ اتفضل يا استاذ طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي الصح؟ اهلا وسهلا يا فندم. معايا ثلاث احلام ممكن اقولهم؟ اتفضل. اول حلم حلمت فيه فطير مشلتت محطوط كده قدامي، بس كان جاي من الثلاجه. المهم واحد بيسالني بيقول لي ده منين؟ انا عارف الراجل اللي هو جاي منه بس مانيش فاكر اسمه. فالمهم راح كاتب اسمه على كيس، وانا خدت الكيس ده حطيته على الترابيزه وراح اعطيني لقمة من مشلت الدوان، وانتهى الحلم الاولاني على كده. وانت اكلت من الفطير دوان؟ لا، انا خدت لقمة بس منه في ايدي بس كده، لقمة صغيره. طيب. بس هو كان قدامي. والفطير ده كان جاي لك انت؟ هو كان جاي. طيب. وكان قدامي ويش. بس كان سقعان كده، كان سقعان. طيب. وكتب اسم الراجل على الكيس، فانا خدت الكيس حطيته على الترابيزه. كويس، قول لي اللي بعد منه. تمام. تاني حلم حلمت انا جايب الشهاده بتاعت الجيش جديده، وبفتح الدولاب وبحطها في قلب الدولاب. انا كان معايا، كانت في الجيش قبل كده، وكان معايا واحده، فبسال عليها قالوا لي هي اتقطعت، اللي هي الشهاده الاولانيه. فالمهم قلت ايه، وبقول في بالي طيب خلاص دي جديده، انا همشي بها بقى وخلاص. ده تاني حلم على كده، انتهى على كده. طيب اتفضل. الحلم الثالث حلمت انا كنت في اول يوم في الدراسه. فالمهم الابله بتقول جت عليا انا لوحدي، وكلهم معاهم قلم وكراسه. جت عليا بتقول لي فين قلمك، القلم والكراسه بتوعك؟ قلت لها بكره ان شاء الله هيجهم، هجيبهم ان شاء الله بكره. فمشيت لقيت واحد اسمه ياسر قاعد على التخته كده، والمهم كانت عايزه اخش الخلاء، قعدت ادور على الحمامات ما لقيتهاش. فقلت ده كان في هنا حمامات قبل كده، بس ما لقيتش الحمامات تاني يعني. طيب يعني. تابعني. تمام. سلام. لما اشوف الفطير المشلت او اي اكل، واحنا بنرد بالمصداقيه، بنرد بالقران والسنه، اي اكل في الرؤيا رزق، وده من متاع الحياه الدنيا. لأن ربنا لما يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى ده رزق أنا هاخده، وربنا قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لكن عندما أجد أن أنا في الشهادة اللي أنا خلصتها بتاعت الجيش والتأدية ضاعت، وأنا جبت واحدة غيرها، وتحولت بعد كده لمدرسة ومش معايا الكراسة ومش معايا. أما عن المدرس فهو العالم والناصح، لأن ربنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وده العالم اللي بيذكرني بكده. طب أنا لما أشوف إن أنا مش معايا كراسة ولا معايا كتاب، طيب أدور في الصحيفة بتاعتي، لأن ربنا بيقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأنا هنا في الدنيا لازم أحافظ على طاعة ربنا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى أنا لازم أحاسب نفسي، ولازم أشوف أن أنا مش معايا الورقة والقلم، مش معايا الكتاب، الكراسة بتاعتي فاضية، مش في رصيد عندي. أنا عايز أشوف البنك اللي هو مدخر لي عند ربي، والله أعلى وأعلم.